كلمات وأفكار يرحب بكم من قلب قاهرة المعز، حيث تتلقح الأصالة بين أحضان التاريخ في قلب القاهرة القديمة. سنبحر اليوم في جماليات الشعر حينا، ونرسو على شطان الأدب حينا آخر. الشعر يا سادة أجمل ما عكست المرايا، الشعر لمن يرغب أن يرى المعنى في أفضل حالاته. وفي حضرة صاحبة السعادة الأستاذة مايا خالد مؤسسة صالون كلمات وأوتار، فلنرحب بها. أقدم جل تقديري لما تبذله من دعم مادي ومعنوي للارتقاء بالثقافة العربية كافة وبالشعر العربي خاصة. ولأن صالوننا الموقر يسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد، فقد سمحت لنا الظروف وشاءت الأقدار أن نستضيف اليوم أساتذة في الشعر العربي نظما ونثرا على مسرح واحد ومنبر واحد. كامل الاحترام والتقدير لسموهم الكريم على قبول دعوتنا الكريمة، فضلا لنرحب بأصحاب السمو والسعادة الشاعر هشام البنا، الشاعر محمد جابر، الشاعر علي نوح، الشاعر أيمن بقر، الموسيقار الفنان محمد فرغلي. أمسيتنا اليوم تحت عنوان مشاوير، مشاوير عن اللي قلنا وقال كم كلمة وكم موال، ما بين الوزن والقافية مشاعرنا بقت صافية، وبنمسي على ناسنا ونتباهى بإحساسنا وأحلامنا اللي لسه كتير مشاوير. العود بين أناملك واللحن من وترك، كن رقيقا على أجنحة الفراشات، فقد لا تتحمل الأزهار رقصك، أنت أجمل من أي لحن يحتويك، حتى شهرزاد لا تستطيع قصر. لسيمفونيتك البعيدة خذني مرة، ربما أستطيع وقتها لمس شمسك. الموسيقار عازف العود الفنان محمد فرغلي. Thank you.